عبقرية الأصحاب ومباراة جميلة جدا. وهفكركم النتيجة: حورس 35-20 الحصان الأسود. ودلوقتي مع الفقرة الثانية، فقرة المعرفة. المعرفة. المعرفة 4 أسئلة 1-1. معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا وقدرات ذهنية. أول اتنين معايا ياسمين وغادة. غادة وياسمين، وسؤال في المعلومات العامة ب10 نقط. هنشوف مين اللي هيخطف ال10 نقط دول. تمام، مفيش روح رياضية، عادي جدا. وسؤال في المعلومات العامة برضو، مش عايزين نسلموا على بعض، مفيش مشكلة. مش عايزين يسلموا على بعض وبعدين بيحضنوا بعض. معلومات عامة. والسؤال هو: ما هو اسم الزهرة الوطنية في هولندا؟ زهرة مشهورة جدا في هولندا. تيوليب. تيوليب، إجابة صحيحة. تيوليب هي الإجابة الصحيحة. ب10 نقط الحصان الأسود. الحصان الأسود 30-35 حورس أحمد حسين وأحمد أبو المجد. أحمد أبو المجد وأحمد حسين. وسؤال في الرياضة، سؤال ب10 نقط. والسؤال هو: من هو أول حكم ساحة عربي قام بالتحكيم في بطولة كأس العالم لكرة القدم؟ خطفت البازر. إجابتك؟ جمال الشريف. يا راجل، جمال الشريف إجابة خاطئة. ده كان قديم جدا. في إجابة؟ كانت نفس الإجابة ولا إيه؟ هو جمال الشريف مش مصري، فأنا كنت الحكم المصري هو جمال الغندور. أنا ما قلتش مصري الحقيقة، أنا قلت حكم عربي. أوكي. بس هو في الحقيقة هو مصري. أحمد حسين إجابة خاطئة. الكلام ده كان سنة 1966. كان الحكم المصري علي أنديل. تفضلوا. تكنولوجيا، نبيل ومي. مي ونبيل. والنتيجة قريبة. روح رياضية. تمام، تكنولوجيا. والسؤال هو: ما هي خدمة البريد الإلكتروني التي تم دمجها مع خدمة أوتلوك؟ هوت ميل. هوت ميل، نفس الإجابة؟ هوت ميل إجابة صحيحة. حضرتك يا مي، هوت ميل هي الإجابة الصحيحة. نبيل خطف 10 نقط لحورس، 45 حورس، 30 الحصان الأسود. سؤال في القدرات الذهنية. قدرات ذهنية. والسؤال هو: حل المسألة الآتية: 250-20/2+500 يساوي كام؟ يا 740. 740 إجابة صحيحة. 740 هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا صفت. نهاية الفقرة والنتيجة: 40 الحصان الأسود، 45 حورس. ومباراة الحقيقة حلوة ومتكافئة. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون. الفنون 4 أسئلة: سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. الأسئلة اللي جاية تعتمد على السرعة، فأدينا على البازر. وأول سؤال في السينما والمسرح. والسؤال هو: من هو الفنان الذي قام بدور العمدة سليمان غانم في مسلسل ليالي الحلمية؟ إجابتك. صلاح السعداني. صلاح السعداني أكيد إجابة صحيحة. صلاح السعداني هي الإجابة الصحيحة. 10 نقط للحصان الأسود. وبكده النتيجة: 50 الحصان الأسود، 45 حورس. وحنتهز الفرصة وحي الفنان العظيم صلاح السعداني.
السؤال الثاني في الأغاني والموسيقى، والسؤال هو: من هو الموسيقار الذي لحن أغنية جانا الهوى لعبد الحليم حافظ؟ فات 8 ثواني وفاضل 8 ثواني. خدتي قرار، برافو عليكي. إجابتك بليغ حمدي. بليغ حمدي إجابة صحيحة. بليغ حمدي الإجابة صحيحة. 10 نقط يا غادة للحصان الأسود، 60 للحصان الأسود، 45 حورس. السؤال الثالث: لوحات ومعالم، والسؤال هو: معبد أو سوان ديانا من أهم معالم دولة أوروبية، فما هي؟ معبد أو سوان ديانا من أهم معالم دولة أوروبية، فما هي؟ ثلاث ثواني. خدتي قرار، برافو عليك ياسمين. إجابتك إنجلترا. إنجلترا إجابة خاطئة، مش في إنجلترا. في إجابة؟ صفات. اليونان. اليونان مكان تاني خالص. اليونان إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة ألمانيا، في ميونخ. ألمانيا ما بيجيش معنا في أي حاجة أمراض. في ميونخ في ألمانيا. لجنسيات ولا دول. هارلك. آخر سؤال في الفقرة، سرعة البديهة، والسؤال هو: كم مرة تكرر رقم 2 في الصورة؟ نبيل. 5. 5. أحمد حسين مش موافق. نبيل إجابة صحيحة. تعرف بقى لو أحمد حسين كان خطف منك البازر كان قال إجابة غلط. 10 نقط لحورس، وكان النتيجة 55 حورس 60 الحصان الأسود. المباراة جميلة جدا وصعبة جدا، أول مباراة للفرقتين. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده أصحابنا العباقرة جمعوا 60 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب 1500 جنيه بما يساوي 90,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 172,500 جنيه في خزنة البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين.